أن الدولة ما عندها قانون ملزم للإنجال لقطاع التشغيل، لكن لها يشغل الناس اللي هم اللي يتعرض حد منها ل... ومعروف القوانين إن حد تعرض لحادث في العمل ولا تعرض لأي شيء في العمل، خاصة حد عامل رسمي عنده حقوق وعنده علاج المؤسسة هذه ما تعود، وعنده ما هو راجع قاعد شو عالج راسه، باع داره ياك عالج راسه، مع نفسك تهتم قاعد ما عالجته، المفروض هي اللي تعالجه بيدي، وقاع المفروض حتى قاعد كانوا عند الحادث خارج نطاق العمل ما تعود الشركة متكفلة بعلاجه، علاج قاع ولاده والده وحده، هو خلق له حادث في أثناء العمل ومات واحدين قايم ما شاء الله عليهم، وهو انعطاه ومشي يتعالج في دكار، وما الشركة ما عالجته ولا أعطاه شيء، شنو عادي اضطر إنه يبيع داره اللي ياك مشي يتعالج بيها، هوني اللي يتعالج وش برجع الشركة فصلته عن العمل، بالعكس قاعد بدل ما تعود واقفة معاه ما تعود حقوقه كاملة جابرها من في العلاج، وجابر هم اللي بعد علاجهم، لأنه من حالات قاع ميات تعود عنده راتب قاع ما يوقف بيدي، وخلق له خلقت له عاهة في أثناء العمل، هو والله هم اللي حالة تقاعد عندهم اللي راتب التقاعد ما يعود معروف ليش، ما يعود إلا يوصل تعسفيا وتوقي طريق له هي ويشتغل على التماشي، والمسيكين يضطر إنه يقعد يبكي بوسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي، منصة من منصات الأخبار. شفت أيام مدير تآزر هذا أبو شيبة معدل معاه الصورة، ولا هم غريبين، هم إحنا يعتبرون ده شمن قطيع من الغنم والله شمن قطيع من الحيوانات، يعني ما يشهلنا قاعدين فيه ومحاكين بكل شيء، الواحد اللي تظهر مرته يقول حد منهم يدير معاه الصورة اللي هي راحت نعت الرأي العام إنه راه مرته عدلت راه موضوع الحد. احنا قاعد لو افترضنا جدنا انه قاع موضوع قاع الحل قاع من هذا الراجل موضوع الحل يقل فم مئات الالاف من نفسه شكله هو راه مو فم حلت مشاكلهم ولا عالجوا ولا طال حقوقهم، حقوقهم ضايعة مسيكين، ده الواحد مصر على عملته ما فم رقاب ولا فم مؤسسة لا يرجع له هو اللي يقبل حق من شريك معين ولا من قطاع معين، ده ما هو خارج الا حد عنده متنفذين ولا حد تابع ذيك الأوليغارشية اللي حاكمة، طبعا حقه دور يجبروه يزيد عليه قاع ما هم يجملوه، والناس الأخرى المطحونة والضعفاء هي اللي يتعرض لهم على المسائل، لا ينفصلته من عمله، ولا هو وحده عينة، هذه لا عينة من مئات آلاف من عمال رامهم مسكينين اللي انطردوا من العمل، اللي تعرفهم كان اللي في بور واللي في سنين واللي في الصنايع كل في تازياس بعض كان راسه في الشرايين كاملة، ما فهم ما يتم عدد الإحصائيين اللي يجبرهم مئات آلاف من العمال اللي انفصلوا بفصل تعسفي ولا بعد ما يجبروا حقه ولا يجبروا سو شيء سو شنو، مع المدة لا يتعدل شيء يتعدل لا شيء عام، وقضية إن راجل قاعد هو ظهر وعاد رفدوا وسائل التواصل الاجتماعي وعاد مرفوض الرفام تقبلوا تعدلوا له الصورة تعدلوا وقايته، نحن والله اللي زين عندنا نتعدل وقايته يعدل بذاك الدنيا يعدل غير ملي، هذا ما هو حل، الحلول الفردية ما هي حل، الدولة ما تحل الحلول الفردية، إذا دولة تنظر المسائل مثل الشمولية حلول عامة جذرية، معنا لا حلول فرض لا ظهر واحد وتين يعدلوا هذا والناس أخرى رايهم عينات من الشكل هو مئات الألف راهم ما فهمي موش مسيكيني كلها ضايع حقه كلها ضايع حقوقه كلها نقز شي الصندري السنة اللي نقز الضابط اللي عليه والله تكون اللي عليه على أساس إنه ما قالوا ما مش في داره لا مستعد إنه جاي يعدل خدمة عسكرية وخدمة وطنية، ما هو جايش دار له ينصب فيه ولا يعدل فيه، قام فصلته بكل بساطة ولا رطحت فيه شيء شو ولا ما حد شد أخباره ولا ما حد، يعني ذي النوعية ياسر منتشرة فهم ما ولا إطار يوم مدي من يوم ذول عشرات السنين من الساعة اللي بدأت هذه الفئة في نقل له مولتان للدولة ذي النظيمة نفس البرنامج ما هي بغي إطارية، مع ان نوع المسائل اللي نوع من ذر الرماد في العيون، يقبلوا واحد اللي يظهر على وسائل التواصل الاجتماعي يقبلوا يعدلوا منه صوره مع واحد منهم مع واحد من المسؤولين، لو كنت انتم عدلوا قايته وتسكت لمده اخرى، يقعد ما هي الحلول الدوله، نحن مشيتنا ان عندنا دوله والله عندنا نظام وما هو مفهوم النظام الحقيقي، ما هو نظام بمفهوم النظام الحقيقي، هو جماعه قاعده تشرب اتاي ومتفاهمه بيناتها ويجم الشعب لين يظهر أحد منه شوي على السطح إنه ذاك يتكلم ولا شيء ينقبض هو يعدل لكن يعدل وتسكت الناس الأخرى وتصبح مرد
بدل المدى تقعد تعدل الاستراتيجية وتعدل حلول جذرية، والله قوانين سن قوانين حقيقية لحد من النوع من القضايا. لا 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 عدل، لا 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 يظهر معه واحد من المسؤولين يصور معه ويعدل نقاط، والله ما يعدلها له ياسر قاعد ما يعدلها له، لا يقولوا نوع من الاستهلاك الإعلامي وتوفي المردفة. بدل من القوانين اللي فيها اللي ظلوا هنا في السن وفي البرلمان وظلوا كلها لا شك صبعه ويشجر انه مصوتين عليه بقوانين فيها في ما في هدي عنده فايدة قاس وشنو، بدل من هم يعطون السنة قوانين حقيقية تحد من النوع من الظاهرة اللي هي ومن النوع من الأحداث، وتعود تقيد مال الشرائك والمؤسسات بالتزام بحقوق العمال وحقوق العاملين فيها. يسولوك الرسميين ذوك يسولوك مال المتعاقدين، ذوك المتعاقدين هم اللي عن حقوقهم مال ما يعطوا لا ينفصلوا هكذا. مع الموضوع اخترت نبدأ به وناخذ عليه شوي. نحن عندنا مشكلة، نحن معدلين عندنا نظام وبرجيت الدولة قاع ماشية فيه الوزارات قاع. نحن دولة تافهة ما عندها الشيء، ضعيفة ما يعني ضعيفة مفهومة، كيان دولة ضعيفة، ما عندنا مؤسسات نافعة الشيء، ما عندنا جيش نافع الشيء، ما عندنا دولة نافعة الشيء، ما حكومة نافعة الشيء. بالرغم ان عندنا موارد طبيعية هائلة اقتصادية هائلة اللي تقد قطع عنها الينا قبل السكان 120 مليون شخص، تقد تقطيهم الى حرام احنا لا طويرين ولا ثلاثة 4 مليون ولا 5 مليون. غير عندنا مشكلة شنو هي؟ على ان عندنا قاعد الدنيا ماشية وزارات، نحن عندنا قريب من 25 وزارة ولا 26 وزارة، ولا من الوزارات ليش؟ هي مد حد مد اللي تبني نظام حقيقي مئة تتقلص من الانفاق. هم قالوا لنا ذاك بداية 2022 لا الانفاق على الوزارات وصل لتريليون، تريليون بالحاسبة الجديدة تريليون لا في الانفاق على الوزارات. هي 25 وزارة، وزارة التعليم الأساسي، وزارة التعليم العالي، وزارة هو التعليم والشيء يتعلق به كامل، وذيك اللي عنده بهم علاقة رابطة يسوشين، يعطي عنده وزارة واحدة، يعطي عنده وزارة واحدة، وزارة التنمية، وزارة للزراعة، وزارة للسونداجات، ليش هم؟ عدل وزارة واحدة وفيها التنمية الريفية والتنمية الحيوانية والزراعة تندمج في وزارة واحدة اللي هي تقليص من النفقات. قاعد عندنا وزارة الشؤون الاجتماعية، وزارة الطفل، وزارة المرأة، وزارة الشيباني، وزارة كل قرين وقد حب وزارته. دي مادة ليش تبني؟ دي مادة معدلة جمهورية من الوزارات. لكن تم كل حد يسكت وزارة، كل حد يعطاه وزارة. اي ما هي مادة لا تبني، ولا هي مادة عندها فكر البناء ولا تأسس شيء وشنو، هي مادة جاية تخرب وجاية عندها مجموعة من الناس اللي تسكتهم. انت ذاك تعطي لك وزارة ووزع وزارات، عاد 25 وزارة، الوزير الناطق خزعبلات، الوزير كذا، لا الوزارات قد اختزلوا في 5 وزارات، هاي 25 وزارة قد اختزلوا في 6 وزارات ولا 5 وزارات بس. ولياك قلل من النفقات وتعود حق المدة لا يتبني حق حد. يعني مدة ما هي بانية، مدة واحدة فيها مقسمة الوزارات، لكن مدة توزع كرور تلعب كرور، انت انزل هون، انت صمت، انت انزل انا هون، الضغط كلها فلان ذاك هون، واحد معدل الوزارة خاصة به، لين قرر وزارة اليوم اللي فلان هو اللي عبد الوزارة، ما هو تعدل الوزارة، التعليم يقسم شهر 4 وزارات، الزراعة شهر 5 وزارات، التنمية الحيوانية عندهم ملي وزارتين ولا ثلاثة، سونداجات وهلما نعرف شنو عندهم وزارة. هذا لا تعقبه تعود قاعد الدولة عبارة عن دولة جمهورية وزارة 25 وزارة ولا 26 وزارة، هذا بلا معنى. قاعد دولة قاعد عندها دولة عظيمة عظماء قاعد كيف أمريكا وكيف هذا، نقوله معقول بيجي قاعد عندها شو من المجالات المهاتوف، وعندها شو من عندها وزارة خاصة قاعد لها البحوث، عندها وزارة خاصة كذا. أنا ما عندنا بحث، ما عندنا سبة واحدة، كلهم ما تتفير واحدة لابس دراية عامة واحدة سبة واحدة. 25 وزارة 26 وزارة نتكلف تريليون، لا بداية السنة فات تكلف تريليون، لا لأن نفقات الوزارات 25 تريليون حسبة جديدة. هاي ما هي مدة لا تبني ولا هي مدة ما تمكن تعدل شيء، هو حد لا يبني ما اوكي حد ماشي واحد الهدم، واذا ما هو واحد ولا يشابه ولا يتغابى على حد. هاي 25 وزارة يقدروا يختزلوا ب5 وزارات ولا 6 وزارات، يدور شوف واحد من متثاقفين، واحد من ذوك اللي الصيف في اكثر فيها في اللي ما محصلين ما هو التصفاق واللسنه، يقول لك لا لا ذيك وزاره 100 تعدل كذا وذيك وزاره 100 تعدل كذا. لا ما محتاج ده. نحن قميص انا رئيس، واللي عندنا قاعد من مشين يعطي واحد فيه قليل، حتى انا ما دريت اسس 100 تقلص وزارات بعد قاعد تخليهم 5 وزارات ولا 6، والله يا اخوي 10 غير هذه، ذلك من وزاره 25 وزاره ولا 26 وزاره، ليش قايس؟ بقى شتو التنميه الحيوانيه عنده وزاره،
الزراعة عندها وزارة، راح يتم عندها وزارة الغنم وزارة المعيز وزارة البل وزارة الحمير، كلها عنده وزارة هو راسه. هذا هو اللي يا أخي، بما أنه هو كان بعد زمان مع الفساد، في فساد كان الفساد قاعد منتشر معاوية، نعرف أنه عهد فساد. يعني كانت بعد التنمية الريفية بعد شاملة، التنمية الحيوانية والزراعة وذيك الخزعبلات، ذلك حاجة هم عليها وقعوا قسموها في وزارة وطلعوا منها 4 وزارات. عاد قاعد تقسمت، عاد كل وزارة تقسم 4 وزارات. يعني احنا قاعد دولة عبارة عن مجموعة وزارات، 25 وزارة، 25 وزارة. اخوتي قاعد شو دولة نامية والله، قاعد نحن نامين، احنا لازم باركين. عندنا 25 وزارة، والله 26 وزارة، مكلفة تريليون لا بداية السنة، ما احنا قاعد السنة ما توات، ما نزلنا يجري تريليون ثاني. عاقل يقعد يقول لك احنا رفعنا الدعم عن المحروقات من الانفاق على الوزارات، الانفاق على الوزارات اللي هو سووه، انتم حتى ترصوا على هذا اللي ياكتم تزيدوا على المواطنين الاسعار، انتم قاعد تقولوا من الوزارات قلصوه قاعد وعدلوا له سياسه جديده، ما هي هذه السياسه؟ ها من الوزارات منتشر كتاب سياد، حد يقلصوه يعدلوه، كان في 7 وزارات، 2 وزارات تجمع، كل وزاره تجمع فيها المجالات اللي تعني بها كامل، ولا تعود مدام تقسم على كل قرين وقدح وزاره قاعد. هذا بلا معنى، هذا اخترت ناخذ اي شيء بدي واضح ما هي مد بانية، ولا فهم حد مولي باني، ولا فهم حد مطموع مولي انه لا يبني باللي هذا بوساطة، ما هو باني شيء اللي راح، واللي ساقو مولي ذاك ترى هذاك الشيء دح ربه اللي هو عبد العزيز دقدق راسه قاع شكل يرجع عود الرئيس، وهو جميع على جميع تولي اللي خلاه ماتي وراه جابته من دون حبسته قاع ولا طرسته، ما فهم حد باني ولا فهم حد ما عدل شيء. إذا ما طلع مولانا الشيء ما فهم حد بان الشيء، ولا فهم أفق قاع راح حد فيه، ولا فهم أمل يقوى حد يبني عليه قاع، يسوى شنو؟ يسوى كم قدو. هيك ساعة قط معنا شوي على نخلق الديمقراطية، هيك ساعة مجي الشيخ عبد الله وشوي نبتو، قمنا قاعد قذفنا قاع الدنيا كامل، وقذفنا عزيز وطيرنا قاع الدنيا كامل، ولا تفهموا الأمل مات، واللي كان فهم من الشباب راه طاير وكله دفع، قاع صارنا عربي حد يشني قاعد نقد يعيش فيه، والفم عاد حارتنا لا بركة مات وتهمنا. الجيران يتعاون في المناقع ترق، ما فهمش مطموع فيه، وكل نهار مطلعين كل حد واحد جديد داخل نظام جديد، وطلع الوزارة خاصة بيت من الوزارة، عاد قاعد دولة من الوزارات، قاعد تجبر الجماعة اللي تشوفهم مجمعين خاطئين موسيقى الفرسان، يضحك نظام له 20 30 سنة لا نفس النظام، مجلس الوزراء قاعدين مجمعين كل خلاص وصورته موسيقى الفرسان. مميل لقاها راس، ما في كلام، ما في تصريح، ما في شيء، ما هو مميل لدرجة مد عندها روتين وتوف ماشي عليه، إلى أي نظام لا نفس الروتين اللي يتم ماشي عليه، نفس الحالة اللي يتم ماشي، ما فهم تغيير، بالعكس إنه لا يتم إنزاد، فترة تولي طايع فساد، فش عاسيس قاع ونسانا قاع وذاك قاع كامل، فش قاع خيط الدنيا كامل، وش جيل راح قاع والقزواني والتالي قاع وخذ الدنيا قاع، ذاك عاد قاع مات لفهم قاع لا ناهي ولا منتهي، عاد لا كلها وين ما كان وراني كلها، وذاك اللي متوالي هو يسفو ولا وخايف من شو شنو ولا عكش. الراجل نهار هو له الشهر ما ضل الشهر له شهرين مرصف على الشرطي في المطار اللي يهبطوا مسيكين، الشرطة عاد خايفة قاعدة تطيح هي قاع، وجيش عاد خايفة قاعدة تطبيه هو هاي الأوليغارشية الحاكمة، هاي الناس اللي متنفذة عاد في الحكومة وفي الدولة اللي تابعة للرئيس، تابعة والله مقرر من الرئيس، ذاك يا قاعد قاضي باركات قاعد تبني فيه مراسي عاد تتقادر قاع شوف تاخذ ولا قادر شي القانون وبورم اللي يدخلوا فيه عادوا الديوان لانه قاعد ضايع ما توقعوا عليهم عاد ذاك اللي يجي باخره ومراسي تروح من ذاك اللي جاي بيضاع من الصين ولا من تايوان ويدخلوا تلك الضرائب ما تقدر تدري بين المتنفذين التابعين الرئيس وعاد ناس خايفه منه قاع لا تفهمه يعني فوضى قاع بدرجه ما هي اللي فيه موت برك من الفوضويه ومن من من الفساد ما قد خاطر لي والله إلا من بدايته هي فاسدة هناك عاد فساد من تشاء شيء وإذا مقصودها هذا مقصودها قاصد من الغرب قاصد من فرنسا مقصودها في دول قاعد نامية دائما الإسلامية ياك تم ضعيفة لا تموح ولا فاس يعني غير اللي فيه ذاك الثيام الساعة جينا راح هي كعلة ونعلة ما قد شاف أحد لدرجة إنه قاعد عاد تبشحين به عاد تشوف قاعد احتفالاتهم وتشوف الموالي يعدلوا وتشوف راك عاد قاعد طارين في جيل جديد هاهم راك يحفلوا طارين من اولادهم وقرابينهم غادي من اولاد يديروا البرلمان اللي يديروا التعيينات كي ولا غويز نهار
رايح مشى عندنا برنامج شنو قالوا مهرجان العيون وزقل فيه 200 مليون يلمع راسه وهم يحفى راسه وشايف نهار من اليوم صورنا امس مقسم على شنو مدارس ادوات ادوات المدرسيه هي ما زين انت من هون انت سيفتك شنو قاعد اللي جاي لهي تقسم هذا الله ايش انت ما عندك اي سيف ايش انت عندك سيف واحده شنو انك كل جنرال واحد من القرشين حاكم هذا ولا هو واحد ولاده من الخاين كامل نفس البرنامج نفس الحالة نفس الوضعية لا اختلف نوع ليش في باطل ولا ممكن نطول فيه ومن المهاز الملي الصورة تولي ينهارنا مع زيدان لكن هو رئيس الحزب الحاكم رئيس الحزب الحاكم مجمع مع زيدان وقاعد يضحك بيخ بيخ ودار مع الصورة ومعدل معها دي هي نخبة نحن الحاكم نخبة نحن الحاكم اللي كان يحاكم الدولار هذا هو تفكيره وهذا هو علاقاته وهذا هو الواحد فيه وعارف يلا جولد جرنات والاحلاح وش من السواو اللي ما حد شنو مش معي ولا يرشحوا قاع سمعت انه قاع يرشحوا انه لا يديروا قاع نايب والله يديروا ذي استحقاقات لشيء مع هاي هذا ده يوحي ليش يوحي بان احنا قاعدين شاكلنا عندنا حكومه احنا ما عندنا حكومه احنا عندنا جميع والله عصابه متنفذين فيهم وتوه متقسمين الكعكة وتوفوا علاقاتهم واحدة في قاعدة الأحلاحة وقرد قرنات واجتماعات معاهم قواد وناس الفيف ذاك من أنت رئيس حزب كنا أقول حزب الحاكم مدي ما هو أي حزب قاعد حزب الحاكم جاي بعد الاجتماع مع زيدان ومصور أنت هو وأنه قاعد يترشح وأنه قاعد هذي هذي اللي كنا نقوله دائما وسنة دورتهم نقوله نكرره لكن هم اللي من الشيخ سيدنا أهم الشيخ سيدنا رأيها قتل واحد يجيب حملات ماشي وتصور إله ومشات عدد الزيارة البرين الله يمطير أخرى أيام مصورة مع البكرين جنرال البكرين ومعدل أنها هي لا يتعدل هي المنقذة وأنها لا يتعدل تبني الوطن وأنها لا هي تساعد بالإسهام الوطن وهي رأي كانت وزيرة وذي كانت واحدة في معروف من أكبر المفسدين هي حد يجيب فنان السنغالي يعطيه 20 مليون هي جابت في فيان أعطيتها 20 مليون 20 مليون وهي عندها من الناس الكاتل الجوع وخاليها الويل هم اللي تنفهم كلها يبات ما تعش لا ما قال بيش بار قرن مولا هي جايبة واحدة تويح من ريت أعطيتها 20 مليون ليلة واحدة وهي كأنها جاية لا يتعدد تساهم فاش تساهم قالت لنا في بناء الوطن والبناء الوطن قال لك تدخل ضيق الأمن كنت يقع مشكلك الوطن لو كانت تريح منك انت واشكالك ما انت عنده مشكله يعني مشكله الوطن انه لان الفاسدين اللي تعاقبوا لي هو الخرق اللي كلها يجي حوش حوش تماش والله ملي يندار بلاد اخر ملي يمص منه لا كيف اخت الخرق ملي يربع عمات وهذا اللي عاد قاعد هو عاد رئيس جمهوريه وحده يربع عمات هو يربع عمات هذا من الزمن ولا طايع رجع سابقه من زمن مختار بدادة من زمن والهدارة زمن والهدارة هو يكسع رئيس تنفيذي للشركة شركة العمودية ومن يك الساعة هو داخل في الدولة اللاكي لقراد لقراد درك يتم لاصق في رفق زايد يمص دمها يمص دمها هنا يدخلها ويعاد منها يعاد من دمها ويعاد جزء منها يتم يمص سنين يدخل يجلها يصبح عاد جزء منها جماعات له يمص فيها وهو ملك الساعة ويمص الدولة وجو اللي طايع وعاد قاع حكم انه اليد العربية اللي وقاع معناتها وعاد البنك جبه ملك الساعة وقبل وكالة مال بورو وقبل وتم لاصق بالدولة يمصها والسانين ولا طايع وجو العزيز وجات بينه وهو راس عم قبل رجع من درجة التأجيل لما راح رأي درجة الجمهورية قاعد يمص ذاك عاد رئيس الجمهورية قاع معناتها وعاد جزء من الدولة العميقة كلها عاد يقتل فيها ويحيي وراه هذا كامل محصر لا من ناس لا من الدولة لا من الشعب مال الشعب في زمن معوية كان يجبر من قروض من بنك مركزي واللي ما ياسر منها ما ردوا وياسر من اتقاضات عنه يكسع معوية هو اللي جبين هو العبد العزيز اللي هو شكله لا يتم قصة متواصلة والعبد العزيز هو عنده بينه العبد العزيز جاي موسو يلحلح مزارقع هو يدور يجلس ملي هو قرع قاع سكر عليه الموضوع طار قاع هو قاسم المغرب من ذيك الساعة هو واحد في لا القروض من البنك المركزي والقروض من اللي يقبل من المنظمات اللي تابعة للدولة باسم الدولة في الخارج
زين حد يبقى يرجع لجنوب افريقيا دار يجبر فيها تقارير لكن بت الى ورك وراي مدير جيل جي المراه حركه القزواني وراي قاعد مدير قاعد رئيس مدير وقع براسه ورجع مدير برامج الاولى ونص من دم الدوله واصبح جزء منها جزء من الدوله العميقه واللي بعد مات اللي رئيس جمهوريه ثاني لما توف مدني بدون رئيس مدني رئيس عسكري اللي هو قزواني هو رئيس مدني ثاني فهمت هذه حقيقة ومئات الناس ما تبحث عنها تبحث عنها ذيك المواضيع دورت البركة ودورت ذيك الحقائق وتعرف هو منين حصل الثروة اللي هي والطريقة اللي حصل بيها من 79 جاي هو يمص في دم الدولة إلى غرق إلين عاد هو جزء من الدولة العميقة أنا أخذت نقطة دي شوية اليوم ما قاعدين نطول أحد احنا مشكلتنا اللي في مش شاردين في الخارج ما عندنا وقت إلا أنتم لين يجي الوقت شوي نقدر نصير ونحك راسنا نقول الكلمة والله تين عبر بها عن المأساة اللي خارجة عنا وخارجة عن الشعب اللي هو اللي مسيكين عايش له عشرات السنين من الساعة اللي قامت الدولة هو في المآسي والكراكة والشباب الشباب لك ما عاد يطيحوا في أمريكا اللاتينية مسيكين بين كولومبيا وفنزويلا شي من مافيا شي ما عرف حد وشنو كل عاطي راسه الأخلاق به اللي ما تفهم الشيء قاعد له فيه شيء قاعد له محق لاني والكذا وجوع راعي في الناس قدامه اهلهم ما عندهم باش تعشى من يختار يمشي يزرق راسه بحال الاخضر الله يزرق راسه في المافيات الكولومبيه الله يزرق راسه في يموت الله يحيي ونحن اذا ما يقدر المفروض ما يخرج لنا نحن دوله لا مواردها طبيعيه هي كافي اذا عندنا من الحديد كافي اذا عندنا من الذهب كافي واذا عندنا من السمك لا سمك واحد بعد كافي خيالي نحن ثاني أغنى دولة في السمك في العالم بعد اليابان هذا ما أقدر أصور أحد نحن ثاني أغنى دولة في السمك بعد اليابان ونحن الشعب مشرد يوكل يا يبو قاعد معناته جايبين منها يا يبو قال نعت ما قال النهار ما سمعت واحد قال نعت ب 500 ولا 400 ما عارف حتى يا يبو قاربتنا قد قاعد عندنا شيء نحن تخموا بيه عندنا قاعد في الحلا هم قاعد الحوت قاعد 180 حضر في قاعد قاعد مالتين نحموا بيه قاعد فيه نحن ثاني اغنى دول السمك ونحن السمك فينا اغلى من اغلى هو فينا احنا من المغرب اللي ما اخبرهم من الشيء والله من اي دوله ثانيه قاعد ما تنتج السمك ونحن ثاني اغنى دول في العالم ذي قال السمك بعد اليابان ونحن عندنا راعي ناقص الغاز والله ما نعرف ايش اللي يخلق شنو اللي الفات خلو فيه كامل من المقالطات والكذب وتحوري بالمعدل عليه بركة الله معنا احنا ميات عدد لو كنا على نظام حقيقي ميات انه استقلوا فرصة الغاز بما انه اوروبا يضرك نتعرض للازمة به اللي الغاز اللي كانت مزودة بالغاز الروسي الغاز الروسي راهو مات الخارج عادت اوروبا تبحث عن مصادر ثانية للغاز واقرب لها من موريتانيا من قطر واقرب لها من امريكا واقرب لها من اي بريطانيا استقل وكان عنده حكم على غير استقل ذي الفرصه اللي هي المد اظهر فيها الغاز واوروبا محتاج الغاز في الفتره اللي هي قلت استقل استقلال في تنفيذ علاقات حقيقيه اوروبا وتنفيذ ما اللي هي اجندات حقيقيه ونظام جديد في العلاقات مع اوروبا بدل كانت تابع تصبح هي تضغط تصبح هي عندها ورقه تضغط بها على اوروبا هي يعني تحقق هي شي مطالب ما توفى يقال ما عندنا دوله ما عندنا نظام لكن اللي اكتشفه من هذه القضيه الشرعيه الثنتين واوروبا دور استحواذ لي ونحن جمعيتنا لا ينقال لك اللي اصلا سكتوا قلت لكم قبل ذاك اللي قابلوا في دوله انتم يحولوا له كونتات خاصه والغاز بين اوروبا معاه وبين امريكا معاه وقاعد تقبل امريكا قاعد تضغط بين اوروبا نحن قاعد المفروض نحن انه كنا عندنا حكم حقيقي ونحن قاعد نستغلها كفرصه ماديه كفرصه مالي معنويه عن قال نحن واش ما عندنا حكم ولا عندنا ما فهمش يتوف فهمش شي من الفيح في الاحمر وقضية الغاز قط قلت اني دار نجيب عنها ياسر الحقائق ولا ما زلت واحد فيها مشكلتنا الوقت ما هو ياسر كنا ماشيين نيفر يا قال لا ما نمدي باقني شي ان شاء الله ملاك نكشف لك الحقائق كامله ودعت الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.